السلام عليكم متابعينا الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكونوا فرحانين يا ربي. واش غنقول لكم المتسبعين كي دوزتوا رمضانكم؟ واش لبستوا؟ واش ما والله مع الحريره كي دايرين مع التراويح؟ والله يجعل ربي. والله الا انا يلاه راجعه من التراويح، والله القسم شوفوا البنات راني لابسه سميتو واخا قصتها انا بالماء. والله الا العبايا يا سلام، هذه صاحبتي اللي عطاتها ليا، جابتها لي مسكينه، شوفوا كادو والله. والله الا مسكينه هي اللي جابت ليا ماما داك الكادو اللي كانت شاركت مع المتتبعين، هي مسكينه اللي كتجيب ليا. لا ماشي داك الشيء اللي تقولي، هي اللي بكات المتتبعين في الخطوبه، هي اللي بكات، هي مسكينه اللي بكات في الخطوبه عليا. واش غنقول لكم، الواحد يتصاحب مع بنيته الزوينين، واش غنقول لكم، يا ربي تحفظ لاي واحد صحاباته وخوته وكاع اللي كيبغي، حيت انا كنحس بها بحال اختي، والله الا بحال اختي قسما بالله. ايوا جيتكم واحد الفيديو، والله الا هاد النهار هذا بوحده عاوتاني كيما قال شميمه، فيديو المتتبعين يخالف الروتين ديال الفطور وكلشي، بما اننا دائما كنشاركوا معكم الفطور وكلشي. اليوم ان شاء الله مع مشيت للتراويح وكلشي وهادي، وصراحه تقبل الفطور ماما ما كانتش في الدار، ما جاتش بكري، انا اللي وجدت لهم الفطور. ما كانش وما تقدش انا من الصبر بوحديتي، قررنا اننا نشاركوا معكم ان شاء الله السحور ديالنا. كاين اللي ما كيتسحرش، كاين اللي غايقولنا في التعاليق مالكم على هادشي، ولكن ضروري يا البنات، عندنا بابا في الدار ضروري خصو يتعشى وخصو يتسحر مزيان. والشوط ديالو اليوم هاد النهار هذا بغيت ندير له الراجل اللي خاطرو، داكشي اللي طلب لي ياك ماما، داكشي اللي ورا راجلك راه قرة عينك. ماما الراجل تلبي له الطلب ديالو. دابا ماما انت وبابا شحال من عام وانتوما مزوجين دابا؟ ايوا غنقول لك قرن. لا زيدي دابا قول لي الحقيقة، شحال تكون ماما من عام ديال الزواج؟ اكثر من 30 عام. تبارك الله، والله احسن. شوفوا راه تبارك الله 30 عام راه عرفتي شنو هي 30 عام؟ ولا راه تبارك الله اكثر من 30 عام، شي 33 عام بحال هكا، 34 عام بحال هكا. داكشي اللي كان ماما راه تزوجات المتتبعين على 18 عام ياك، 18 عام ولا 17؟ 17 وما دارت العام باش دير ديك 18، حتى تما سميتو في الدواء على كرسي صافي ياكي، غير تزوجتي حملتي. ايوا غير ديك 6 شهور والله ما تتبعي غير 6 شهور وانتي تولدي. زيد كان ولدي ايوا ما دارت العام حتى. لا لا الصراحة في شحال هادي ماما كيولدوا الناس بكري وكيتزوجوا صغارات. ايوا كنقول لك تزوجت صغار قاعد تحصل واحد الله ياكي، النصيحة منكم يا منى، والله إلا قاصحة ولا البنيات كاملين كنوصيكم ما تزربوش على راسكم، وخا زربت حتى أنا وزربو بناتي. كلشي زربان، تيقولو لي جاو هاد الزربة واقيلا ورتينا، هادي راه واقيلا كتجري لنا في الدم ديالنا هاد الزربة. والله غير داكشي اللي كاين، معايا شوفوا البنات داكشي اللي قسم لكم الله هو اللي كاين صراحه. شي زواجه ماما غير المكاتب، غير المكاتب، غير الا لقينا مع اللي احسن منا هادشي اللي وما ندمتيش ماما حتى تزوجتي بابا؟ لا 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 ما ندمتش، ظريف وحنين. زواجه ماما المتتبعين ديال الوالد والوالده ديالي راه ما كانش كي راه ما كانش كيعرفها وما شافها ما حتى شي حاجه، والله القسم. جا عمامتي عمتي سميره والدري سيام بصوطه تي في وسميره البركانيه، هما السبب في هذا الزواج هذا، هما اللي شافوا ماما وعجبتهم وكانت ماما حادقه تبارك الله وهذه، وتيقولوا بنت من هذه بنت من هذه بنت من هذه حتى داو له. ايوا الله يسعد ربي يعطيهم راحه الله ويعطينا راحه الله حتى هنايا، والله يسخر لكم حتى نتوما ويجيب لي ما عندوش والله، والله يسهل عليكم كاملين. داكشي اللي كان ماما داكشي غير المكاتب، يعني كنتمنى شي حاجه الله يحققها لك والله، وكثروا من الدعاء في هذا الشهر هذا، راه قال لك عيد يا الصلاه والدعاوي تدعاوي مع وليداتكم والله. داكشي اللي كاين ايوا البنات دابا غنشوفو معانا، والله يسكن عاوتاني. المهم البنات عندنا شوفو هادشي راه حكيناه مزيان، هادشي ديال لينوكس اللي عند ماما
كاينه كامل المتتبعين في الصباح. المهم هانتوما جوج عظيمات هاد انا وميمه وراجلي هاد الحيمات هادو هما اش من الحمام هذا البقري هذا هانتوما راه يدي مغسولين اللي غايقول لي كتقيسي اللحم ولا لا مغسول كلشي هانتوما البصيلات الثومة غتديرهم ماما بالقنارية هاد النهار القنارية البلدية المتتبعين راه درتها اها صوبتها غير شافها قالت القنارية ونحم البقري اها مرحبا سيدي علاش لا والله هاكشي اللي قال لي الراجل مرحبا هانتوما لو سير هادي صراحة من تقضية اللي جبنا فاش كانت تيتيش هنا المتتبعين هانتوما طيب الحيمات زوينين نعطيك ايوا المهم غير شي شنيتي فات غير داكشي اللي ايوا حنايا بثلاثة انا صراحة والله ما قديت انا غادي ناكل غير شي بيتزا ولا شي حاجة انا والله ما كنقد على اللحم بالليل ها انا ما كنقدش على اللحم بالليل الوالدة غير شنيتي فات ها داكشي اللي كاين الوالدة ايوا فين وصل البنية ماما ديالك فين وصل البنية ديالك ديالي راه غادي ان شاء الله ان شاء الله تشاركوا مع المتتبعين عاوتاني شي فيديو يكون واعر زوين الله يوفق معكم والله يسهل عليكم اوليداتي الله الا فرحتوا لي التعاليق الزوينه كانت تقراها لي ميمه آه. انا غادي ربي يدير لكم بلاصه في الجنه ان شاء الله امين يا رب اللي كنتمناو بنياتي وليداتي هي الوالدة هانتوما الله يفرح بكم وليداتي بشي حجة شي نجاح وشي سعد مسكن ان شاء الله ان شاء الله يا ربي علاش يا ربي والله ايوا كما قلت لكم المتتبعين صراحه هذا النهار هذا غادي نتعشاو وغادي نمشيو نيشانيت مع هاد القويبيله غير ناكلو نطيحو نعسو ان شاء الله والله القاسم وكيفاش كيجيكم دابا الصيام هذا النهار هذا ما غاديش نجلس صراحه انا عييت شويه والله الا ديال الصحه آه. كنت فاضره كنقدا شي شغل ضروري دابا جيت غادي نصاوب العشاء ديالي ها انتما والميمه ديالي والله انا غدا المتتبعين صراحه عندي واحد المشيه حتى المكناس غنمشي ان شاء الله حتى لافاكر المتتبعين وغنرجع على شي غرض امين وصراحه غنمشي المتتبعين بكري بكري باش نحاول نجي بكري هنايا باش ما يجينيش زعما ما بغيتش يفوت لي العصر ولا المغرب سميتو ولا هادي باش نفطر في دارنا والله كتكوني صايمه عندك شي غرض والله النهار هذا ايوا ماشي مشكله الوالده والحمد لله على كل حال اللهم لك الحمد نتوما ديالها ها نتوما شوفوا الحيمات الحيمات ديال سلام نتوما ديالها ياك غدير نزيد واحد الخبزه اخرى عاود والله نتوما راه زوينه زوينه ولا يمين زوينه نتوما الوالده كيقولوا زوينه خايبه شويه فهاد الغدر ولكن الصراحه الغدر ما كاينش بحالها لا زوينه كتبنن الماكله كتبنن الصراحه الله واش بالكم المتتبعين نديروا شي تحدي انا وماما هاد السيمانه هادي يا بويا عجبتك هادي عاوتاني يا بويا والله الا ندير المتتبعين انا وياها شي تحدي دابا راه كاينه معنا خالتي يعني شوف دابا البنات نديرو شي تحدي انا وماما نديرو كل وحده غدير الفطور ديالها بوحديتها انت غديري الفطور ديالك بوحدك ما نعاونك ما تعاونيني انا اللي ما تعاونيني وانا الفطور ديالي هو التحدي اللي عندي انني غنقد الحريره اول مره نقاد الحريره ونحطها لكم في الفطوره ماما ونديرو تحدي كل وحده دير الفطور ديالها مرحبا صافي تحب معنا باباك ولا لا ونبداو غير انا وياك قولوا لنا المتتبعين واش تبغيو بحال هكا ولا لا فيديو من الاول حتى التالي انا بوحدي غنقاد الفطور وماما عاوتاني بوحدها ونشوفوا شكون اللي غادي يجي واعر بابا هو اللي غادي يحكم راه بابا صريح واخا تشوفي هكا راه تيقول الحقيقه المتتبعين دعموني تماما لا واش عجبتك الفكره ولا ما عجبتك المهم عجبتني عجبتك الفكره نبقى معاك يلا قولوا لنا البنات واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش صافي هادشي اللي كاين هاد الفيديو غادي يقولوا لنا صافي هاد الفيديو ان شاء الله يقولوا لنا المتتبعين الا سميتو انا تحدي عندي صراحه اصلا باغا نديرو هو باغا نقاد الحريره انا ديك الحريره مني ولا من نافعه رمضان هذا تتعجبني الحريره كنتسطع عليها حتى واحد النهار لا واخا هكاك نسيت لا والو نسيت والله الا نسيت الحريره ما كنديرهاش انا بزاف وما كنزعمش كاع وما كنفكرش اصلا فيها باش نديرها يعني كتمشي من الباب سبحان الله ولكن في رمضان مع كنشربوها وكنديرو
صافي قلت والله مع راسي غادي نديرها وغنتعلم ليها بالحق. تعطيني السر باش دائما تصدق ليا. نعطيك انا شنو هو السر؟ شنو هو السر الحريره؟ الحريره قولي لنا. البنات في الصباح هذا هو السر. المهم البنات خليكم معنا ان شاء الله. بين ما تكمل ماما النصيب ديالها وراه غادي دير كما قلت لكم واحد الطويجينه، المهم واحد القويميله بالقناريه وهذه القناريه وهادشي اللي كان. خلاص الكوزينه الوليده راه جمعاتها كامله مسكينه. انا صراحه خليت لها الماء هذا النهار ولكن راه حتى الجمع كي عمر والبارح راني سيقت ودرت كلشي. والله ما جمعت الماء انت صليت ياك؟ مزيان الصلاه هي الاولى يعني خليت لها غير الماء الماء تسياق وكلشي. انا سيقت ودرت كلشي البوطه مسحتها لها مسحت لك كل واخا تشوفيني كنت نفكر فيك ماما. امين ماما امين. المهم البنات خليوكم معنا امين. لا تيتي شاتدو انا ومايمه والله امين يا ديالي يا سي الله يشافيه مسكين. دعوا مع ريان البنات سيكي سيكي مريض الله يشافيه يا ربي. دعوا مع ريان الله يتعسل ربي يشافيها ربي. تتبعي العشا ديالي طاب ايوا ديالي طابت وغادي نحط دابا والله الا ماما وفات بالطلب ديال بابا. ايوا انتم غنوريكم تشوفوا صراحه انتم والله الا نعسنا وفقنا انتم مسبيني. وهذا هو رمضان ضروري شويه ديال الصغير شويه ديال هذه داكشي اللي كاين. انتم البنات نشوفوا انتم اسمحوا لنا الا شهيناكم ولا الا مهم تكون في جنان المتتبعين. الله يجعل في الدار بارد عليكم وينوركم. ايوا العشيوه ديالنا حنا كنحطوها. ايوا وليده درتو حشنا شويه بطاطا درت واحد جوج حبات المتتبعين والقناريه وداك الشيء. الله يلا الحوانت يلا كيسدو عندنا المتسبين تيسهروا تبارك الله عليهم. الله يجعل في دار بها رحمة الله ويجيب ليهم رزقهم داكشي اللي كاين ويجيب لنا حتى حنا رزقنا يا ربي. ها نتوما صافي هاد المرميطة خصها غير ياسين. قلت لك هاد المرميطة خصها غير ياسين. ايوا الله يجعل في دار بها والله تتعجبو المرقة مسكين. ايوا هانتوما البنات العشيوة ديالنا ها هي هادي بارك الله. وصراحه شربت شويه ديال العصير من الفطور وكلشي وغادي نشربوا شويه العصير وهذه ونس. وانا صراحه ما كرهتش نشرب غير داك الكويس ديال العصير بارك ما الماكله عجبت المريقه انتما شوفوا الله يلاه خفيفه زوينه. بسم الله اييه يلاه انتما كتشوفها متتبعين العشاء ديالنا. وهذا هو خلاص الخبز ديال الوالده هانتوما يا سلام. كما قلت لكم الخبز الوالده كديري غير في سميتو غير في الفران ديال الدار. الفران ديال الدار المتتبعين ايوا سميتو. المرقه ديالنا غادي نقول محمد نوض تاكل المرقه والله واخا كتجي شويه ثقيله ولكن اليوم قال لك المرقه تكون قال لك بغيت المرقه بغيت المرقه والله ما عقلتش شي وحده في المتتبعات اللي قالت شي حاجه على بابا على وديت القلب. والله الا نسيت داك التعليق مازال غادي نعاود نجاوبها ان شاء الله. قالت لي شي حاجه على الطبيب. ما سولتينيش وما معناها شوفوا شوفوا كيعلاش درتي لها الماء باش علاش ما درتي لها الماء هكا النسخ ديالها بصح واحد الاكله غادي نديرها بهذا الشيء. عرفتها من دابا ربي ربي خبيزات بالشحمة يعطيك ويلي ويلي توريني ولا لا غادي تشارك معكم واحد الوصفه واعره واعره كنتي شاركتيها فاش كنا في الدار الاخرى تعقلوا عليها المتتبعين. المهم اللي عقل عليها يقولها لنا. تحيه لديك الدار مسكينه والله الا بحلاوتها. تحيه للدار والله الا تحيه ليها. حاضر المتتبعين ماما نعسات وباين فيك سميتو لا ماشي حتى على النعاس نعستي واقيلا على الوسادة وطبعات لك الوسادة في وجهك. هاهي 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 هاداك حيدي يدك قالت لها هاتهم طراسي الوسادة تبيعي ضروري انت والله إلا عييت معاها كنت في الزرو كندورها انت عرفتي الدور ديال الزرو خرجنا شوية أنا والراجل خلينا شغارات اييه ونعيتو راه الوقيته ديال النعاس هي هذه والله الا المتسبعين متسبعين خليكم معنا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي راه حنا مهلوكين.
ماشي ماشي غير تحت حين راه حنا مساليين والله الوجه تبينا في رمضان اكثر هي العيالات كياكلوها صراحه غير العيالات ما زعما الرجال ماشي تنقول زعما راه سميتو ولكن راه الرجال والله الا مرتاحين ماشي بحال العيالات خلاص الرجال غادي يخدموا غادي يجيبوا هذه ويجيبوا هذه ولكن راه المراه هي اللي كطيب وكتبقى النهار كامل في الكوزينه وسبحان الله داك العيال ما الراجل تيجي عادي جدا هو راه والله الا راه بحال اللي كتخدمي في ديري السبور بالله ما ياك ما تساليليش دابا حلو اقسم بالله الا تمر اللي كدوز عليا في رمضان والله الا كان كنقول صراحه الله ورا كنعاونك ماما زعما واخا كدوز عليا تمره اقسم بالله الا كان بغي بقلبي كنقول يا ربي ندير تمره باش ندي شويه لاجار ونوكل ماني نداري ونضرب تمره راه ديك التمره فيها واحد الدرجه كبيره المتتبعين الا عس بنادم وتجي تنوضو وتقول له نو تاكل نو تاكل وتنوض يشرب راه زعما واحد لاجر كبير اقسم بالله الا فيها الله يعاونكم وليداتي نخليكم الله يعاونكم الله يسهل عليكم